دور دقيقه معاذ اخاف ما هو هنا معاذ لا راح دور له تكفى حلو يا شاء الله عرس انه معاذ اللي في خاطري من هو؟ معاذ الهندي مو نقطة قصدك الهندي اسلم لا موجود موجود تأكد موجود متأكد ايوه متأكد ايوه اتكل على الله كنترول عندنا فترة تعليم الحمدانية ممكن صدى الله يرضى عليك صدى صدى الو صدى نبى صدى يا اخي ايوه سبيكر لو سمحت الو هلا هلا معاذ ايش تبغى؟ سبيكر جاء جاء خذ السبيكر يلا يا منيب يا من عيوني اقرق تشب المكان يلا يلا يا ابو عبد الرحمن شوف في الجهه لو كنت محمد الله وبركاته اسعد الله مساكم جميعا اليوم قبل اليوم طيب شفت الشباب ما شاء الله كثروا سوينا حمدانيه سوينا حمدانيه قررت اني اسوي لكم دوره ايش قصدك انا؟ انت والله مقصود ولا ادري ادري طيب اسمع اصل جرح عصبه حمدانيه عمامه اللي تبغاه غترة المهم كترة قلت اني بسوي لكم دوره كيفيه تضبيط الحمدانيه ما شاء الله ايش رايك؟ طيب من اليمين نبدا من اليمين عيا يقول واحد واحد يقول لا سلام 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 طيب طيب اصبر 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 نبغى اشاره ان نعرف ان فعلا انك يعني معنا ابشر على فلو ابشر معاذ نبغى اشاره الله يرضى عليك اذا انت معنا عشان على الفاضي يمكن في ناس يستفيدون بعد يا ابو مالك حط اسمك صدى يا عيال صدى صدى الو صدى الو طيب اوكي يا عيال موثق انه ما بجا خلك هنا تشوف تشوف نفسك؟ ايه طيب لا ترك واحد بيشوف وجهه في المرايا طيب اول شيء نسوي تطبيق هنا بعدين ركزوا يا شباب جابوا نقطة جاء يا شباب أرجو التركيز أرجو التركيز عدم مقدمة طيب نعيد المقدمة هذه دورة عن طريقة كيفية الحمدانية طيب مركزين مركزين يلا بسم الله الحمدانية الإماراتية طبعا نعم حلو نعم مركزين مركزين هذه ايوه اللي من اليمين تروح يسار واضحة؟ واضحة سهلة؟ سهلة طيب اليسار وين تروح؟ يمين من كتف اليسار اروح جهة اليمين صح؟ بالضبط الضبط على الاعدادات 10% 10% 2% كفو كثرت ها؟ كثرت 2% اوكي؟ اوكي طلعون هذه تسحبونها طلعون هذه تسحبونها اوكي اوكي تنزلها تحت تنزلها تحت طيب اوكي يا شباب رجاء يعني رجاء احترموا احترموا يلا يلا لا 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 ايش رايكم؟ طيب لا 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 صبر الحين ابغى اعلمه هو كيف يسويها ايوه هذه اللي صعبه نعم ايوه هذه الدوره عشان هذه ايوه يلا يلا هذه زين يا اخي مو ودي خربه طيب شوف الحين يوم تمسك تلبس الغتره حيله سوي بها كذا انا المشكله تدري عندي وين؟ وين؟ المشكله اعكس هذه الطرقه احطها فوق ده لا خليها تحت تعكسها عندي في داي خليها تحت السطوة ده حلو؟ تسوي كذا تلفها شوي حلو وترميها خليها خليها اصبر اصبر بقول لك تسوي كذا ترميها ورا حلو ترميها فوق بعض حلو تسحبها كذا حلو يلا سوا والله التطبيق العملي والله مدرب خطير لا ارميها مع ايوه بالضبط حلو 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 الحين تسوي كذا خلاص قلنا وين اليمين يسار لا
لا لا لا انت عكست هذه اساسا. ها كل عكسه. يلا 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 روح روح كذا كامشت. ايوه اليمين يسار. لا ارفع 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 ارفع. حلو حلو حلو. ايوه روح. يلا 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 دخل. ايوه كفو. تحيه يا شباب. يلا الثاني ارفع فوق شوي. شو يا جماعه ارفع ارفع ارفع. ما يبغى أيوه أيوه سودانية. الله يرضى عليك. لا 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 تحت فوقها فوقها عليها 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 عليها. أيوه حلو حلو حلو. على نفس الأول اللفة الأولى والثانية نفس. لحظة الحين أسحب هذه. إيش الغلط الحين أسحب هذه. هلا أوه أوه ماي جاد. يستاهل 10% يستاهل. طيب ها طيب هذه عليك. يلا علي عشان ما تحيه علي. طيب عشان تفهمون نطبقها عليكم بعدين. ما اخذ احتياطاتي عليك. اوكي حلو حلو حلو. طيب يا جماعه لف لف عليها عليها عليها. لبيه لا 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 عادي عادي. طاقيه تلبس في بعض الحالات الضروريه. عادي عادي بعض الحالات صح. طيب لا يا شباب التركيز. لحظة لحظة ناصر ناصر يا طالب. لا أقول لك ما هذه الضحيكة. خلص الضحكة وتعال. الله قلت هذا هذا اللي اسمع اسمع الحين حد حد يشرح لي كيف سوينا اول. ايوه ايوه من كات كات كات. لا لا قبل الكتف هذه الصفطه الصفطه. ايوه بدها بعدها برمها برمها. حلو حلو. قلنا كيف برمها برمها ثم تقاطعها لفها تقاطع لا فرها فرها. الله يقطع سالفتك. طيب قلنا اليمين شده من ورا على اليسار. حلو خلك هادي زي ولا يا شباب يا شباب من اليسار لليمين. وقلنا اليسار من اليمين لليسار. على اليسار على اليمين. ايوه لا لي عكس عكس انا 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 انا. ايش رايكم؟ يلا على الاماراتي. يس. طيب ضع بصمتك الحين اعلمك كيف تسويها. يلا يلا سوى. اي والله شو ما اديك لا يعني حق علي. حلو حلو حلو. لا 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 ما قلنا هنديه. الله يرضى عليك اماراتي. يلا شو 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 لا لا تشدها لا تشدها كثير. يلا ابشر. لا جيبها من فوق. ايوه ايوه ارسمها رسم. ارسمها رسمتها. ايوه بعدين اجيب هذه فوقها بالضبط هكذا. ارسمها فوقها فوقها بالضبط. رسم فوقها بالضبط بالضبط بالضبط. بلحظه لحظه عندي عندي هذه. ايوه عندي بس وين هي؟ هنا هنا المشكله ترى عشان تطلع ذيك. بعدين اسوي كذا بعدين اسوي كذا. لا صفر. لا 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 الله يرضى عليك. لا عشان بطلعها. طيب ببرزها برز نعم. خلاص يسقط يسقط. هذا دور ثاني. هذا دور ثاني. طيب يلا يلا بسرعة 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 يا شباب لنا في فقرة ثانية راح تبدأ بعد شوي. تفضل. لا انا انا ابي اعرف. انا ابي اعرف. انا لازم كل واحد يدرب علي. لازم انا اعرف. لا 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 طيب اوكي المهمين اللي ازعجوني. طبعا الدوره هذه الدوره هذه الدوره هذه ترى مو عشان تستفيدون. دقيقه دقيقه دقيقه. الدوره هذه يا شباب مو عشان تستفيدون عشان افتك منكم ترى. اي نعم عرفتوا ليش؟ عشان افتك منكم والله. طيب الله يرضى عليك. ها طلعت الدوره عشان. يلا انت الحين فهمت الشرح؟ ايوه. لا لا ايش 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 باقي فيه؟ بعد شيء صالح بعدها. ها لا مضبوط والله. يلا والله ابغى والله تدخل بس لك احنا ضبطها من امه خلاص والله ما عاد اجيك الا مرتين بالاسبوع. لا صديق عشان تتعلمونها خلاص. لا لا سهله. ايوه بالضبط. والله يا خسرت التعليم. والله يا خسرت التعليم. Yeah.
الله كذا الله كذا لا ما طلعت ما طلعت هذه كيف طلع كيف طلعها ايش فيها غلط بعيده ترى صح كذا بس ايش فيها غلط والله يا سوداني لا تنزلها لا تنزلها ارفع طيب غير لا انزلها ارفعها لا بس اعرف ايش الغلط سوي كذا خليها مرخيه يلا لفها هذه ايوه هذه لف هذه لا لا ارفعها ايوه من هنا بالضبط من فوق الودان ايوه نزلها شوي اسمع تعال تعال صوت ما سوي عندي فقره مثلا ما هو فقره اقصد ايش رايك الحين نشوف اللي فهم اوكي اللي فهمت صح شوف كيف بسوي فوق يلا اوكي يلا عيال انا بس بس المهم بسويها على فواز هذه المره اللي هي العصبه اهم شيء هذه اللي طبعا اسمها الحمدانيه واسمها العصبه يلا عيد اوه ما ادري ايه لك 2% عرفتها؟ معاك على جوا ولا على برا؟ على برا كمل تخسر بس كذا هذا اسمه له يلا هذا البرنامج برعاية اصبر ما قلت صار ما قلت قلنا بسم الله يلا بسم الله بسم الله يلا يا شباب عادة تزبط عادة تزبط يلا تعال هني لا 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 تعال يشوفون لا 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 وقف تحت 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 طبعا تقولون كذا في البداية وقف مكان حطوه هذا هذا اي مكان لفه واحد يسحب يدي سلمت ان شاء الله ناعم شعرك ان شاء الله هو ده السبب اللي علي حطت عاشي تدري كتبنا على حقك صح ادرس ادرس سوق لابل طلعت مشوين واحد هنا هذا ما ينفع يا معاذ كذا والله ما ينفع خلينا نجلسون واحد واحد اسمح شويه بعاد شيل صحي طيب عشان يطبق 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 لا لا عبد الله يطبق عبد الله يطبق لا لا عبد الله طبقها سوى سوى تطبيق عملي سوى عبد الله لا صبر هذا ما تنفع معاه هلا اصبر قول ليش انه اني جبت واحد صعب علشان تضبط شوف ايدي قصيت الشعر اسمعي شو شو كذا يا شباب ولا عطفه راقب عشان الشباب ولا عطفه